والله حرام الناس فيها يا عيال، صار غرقت والناس فيها. واو واو يا ساتر يا ساتر يا ساتر. الله يعوضهم. أعتقد أنه سيكون مقطع الموسم. سحابة سوبر سلة الخضراء الآن على في هذه اللحظة خارجة من البحر متجهة إلى وسط جدة الجنوب. سحابة سوبر سلة عنيفة بمعنى الكلمة. نسأل الله أن يعطينا خيرها ويصرف عنا ما فيها من شر. سحابة سوبر سل بمعنى الكلمة. الحقيقة لم أشاهد مثل هذه السحابة منذ سنوات طويلة، لكن السحابة تعتبر من أشد أنواع السحب الركامية مطرا نظرا لالتقاء كتلة رطبة قوية جدا من الجنوب يقابلها كتلة باردة علوية سطحية متعمقة حتى السطح. حصل من ذلك كونفرجس تكونت على أثر هذه السحابة الخضراء بإذن الله عز وجل بأمره سبحانه. سحابة عنيفة جدا في البحر ما زالت وهي الآن في طرف خروج. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل أمطار خير وبركة على الجميع. التحرز والابتعاد عن المناطق المنخفضة. السحابة مهيبة مهيبة يا أخوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محدثكم جبل سطار. اضرب ضرب عشان اكل.